بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة اللي بتحصل في مصر وبالذات اللي بيحصل في شمال سيناء في الوقت الحالي، إيه رأي المصريين المغتربين المقيمين في أمريكا في اللي بيحصل هناك وموقفهم من اللي بيحصل بالظبط؟ تعالوا معنا نشوف معنا. إيه رأي حضرتك في الأحداث الإرهابية اللي بتحصل في مصر مؤخرا وبالذات في منطقة شمال سيناء؟ لا انا طبعا مش راضي عنها خالص، وبعدين انا مع السيسي وكل اللي هم بيعملوه الارهابيين دول طبعا مش كويس عشان مصر، يعني هم مصر ما تستاهلش كل دوت، وفي نفس الوقت يعني ربنا يحمي السيسي ويخليه لينا وربنا مع الجيش ويحمي الجيش بتاعنا. والله هي مصر دلوقتي كلها بقت توجع القلب، وما اعتقدش ان في حد في الامه العربيه كلها مش موجوع قلبه على مصر، لأن هي قلب الأمة العربية كلها. واللي هو الموضوع مش في الموضوع بس في الأحداث المؤخرة، الأحداث اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، كل المصريين اللي بيموتوا. مصر عايزة قلب، يعني عايزة قلب، مش عايزة بس ضرب، عايزة قلب، عايزة قلب يشيلها، عايزة قلب يشوف الناس دي عايزة إيه، عايزة قلب يحل مشكلة، يعني يعالج مرض مش يعالج عرض. انا لما بروح للدكتور بقول له عندي مغص، لو اداني مسكن هيفضل عندي المغص، لازم احل المغص عشان ما يجيليش بعد كده العرض بتاعه. هو اللي حصل بالظبط ان هو سيناريو زي اللي عملوه في العراق وفي سوريا، ان هم يحتلوا جزء بسيط او لمده ساعه او اتنين عشان يحطوا الاعلام بتاعتهم ويخطفوا كم عسكري ويصوروهم ويبينوا للعالم ان جيش مصر مش قادر يحمي مصر، وبكده يبقى احنا جيشنا وقع قدام تنظيم مصنوع من الامريكان صانعينه، اجهزه مخابرات عالميه، عشان يوقعوا مصر ويوصلونا زي سوريا والعراق. والله رايي ان ده احنا في رمضان اول شيء المفروض حتى نراعي عمليه الدم اللي بتحصل، وما في ما اظنش ان الاسلام بيقول حد يقتل حد يعني في رمضان، فدي طبعا حاجه غير طبيعيه، طبعا ده ملوش لا يمت بالاسلام باي شيء خالص، واسلامنا عمره ما قال كده هوت، واتمنى ان احنا نقتصوا من العالم ديت وناخد حقنا منهم مهما كانوا في اي حته ومهما كان عددهم. والله اللي بيحصل في شمال سيناء والتطورات الاخيره من بعد التغييرات في مصر، التطورات طبيعيه جدا لسقوط نظام ووجود انظمه ثانيه بتحاول، واللي بتعمله الدوله في نفس الوقت هو محاوله انها تخلي الامان ستيبل في المنطقه، هو التصرف الوحيد الطبيعي اللي تقدر تعمله الدوله. انما عشان تتوقع ان او احنا نحاول ان احنا نعمل بابليستي او ننشر اللي بيحصل في سيناء للشعب وتخلي الشعب حد ذاته عنده شعور بالقلق وعدم الاستقرار، هو ده اللي عايزينه. الببليستي للناس دول هو اوحش حاجه، هم اللي عايزين، هم اللي بيجروا وراها، فانت كونك تنشر عنهم كل اللي بتنشر ده هم ده اللي عايزينه. المصريين بيحاولوا ان هم يحلوا كل مشاكل الامه العربيه بحد ذاتها، المصريين اهم حاجه انهم يهتموا بمشاكلهم الشخصيه. لان النهارده لو انت حولت القوه بتاعتك وعملت لها خففتها وعملت لها دلوت انت هتخسر، وبعدين مش انت الهيرو بتاع المنطقه، كل واحد المفروض يدافع عن نفسه، كل واحد المفروض يتوكل ويدافع عن نفسه ويعرف هو موقفه ايه ويحصل لهم انديفيديواليتي بدل ما عمالين ينقضوا بعض. والله شيء مؤسف للغايه، وانا شايف ان احنا الدوله والجيش بيهندلوا الموضوع باحسن صوره ممكنه، وانا من رايي ان هم ممكن يتجاوزوا شويه لما اي امر بيتعلق بامن الدوله واللي احنا شايفينه في الدول اللي بتدعي الهيومن رايتس وكل شيء تاني، بينسوا حكايه القانون وبينسوا حكايه اي شيء تاني. لما تتعلق بامن دولتي انا ماليش دعوه بالقانون، ماليش دعوه بالهيومن رايتس، انا بتعامل مع ارهابيين، الارهابيين بيعملوا شيء ضد القانون، يبقى انا غلطان لو انا تعاملت معهم بحدود القانون، ودي الحاجه الوحيده اللي بلومها على الجيش بتاعنا، ماشيين بيهم بما يرضي الله وبيعاملوهم السن بالسن والعين بالعين. انا لو مكان السيسي واطلب من الرئيس السيسي ان هو يشد حيله شويه على الناس دي، مش لازم نستنى لما نتضرب او العساكر بتوعنا واولادنا كلهم يحصل لهم اي حاجه وبعدين نرد عليهم، لازم الحركات بتاعتنا تبقى برو اكتيف ونبتدي قبل ما اي شيء يحصل علينا. تحيا مصر. 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 طبعا الحروف والكلمات مختلفة، بس كانوا متفقين على حاجة واحدة بس، حبهم لمصر. حسيت وانا بتكلم معاهم ان كلهم جنود، كل واحد بسلاحه، من غير زي عسكري، انا بميكروفوني وانت بالكاميرا بتاعتك وهو بكلمته وده بشغله. اتفقوا على حاجة واحدة، مصر دايما كانت ليهم ومصر دايما هتفضل ليهم.
اتفقوا ان هم مؤيدين كل عملية بتحصل في مصر اللي هي النهاية بتاعتها ان اتخلصنا من الارهاب. عمرها ما هتبقى زي اي بلد جنب مننا، ولا عمرهم هيقدروا يتغلبوا علينا زي ما عملوا مع غيرنا. حبنا لأمنا دايما موجود وحيفضل موجود، وعيالها كتير قوي، ربنا يحميها دايما. النهاردة معكم من كوينز، ألكسندر صديق، نيويورك فيجن.